عام، خلناكم اليوم نحكي فيه التفصيل. بشكل عام دائما تمرون على دور الأشعة حاطي لك تحذير أنه يمنع دخول حوامل. اليوم راح ندرس تأثير الأشعة على الحمل، ومتى فينا نعمل صورة أشعة لمريضة حامل، وندرس المراحل العمرية، وندرس بعض السمات الأموات فوق الصوتية بالحمل. تعرفون الأشعة تقدر أو تقاس بالراد والجراي، تختلف الأنسجة بتأثرها الأشعة. يعني العظم مو مثل الأقناد، مو مثل المبيض، مو مثل الغدة الدرقية، في أنسجة حساسة للأشعة أكثر من غيرها، ولذلك ما فينا نحدد جرعة محددة بالراد أو الجري. لذلك تم وضع وحدة قياس اسمها سيلفرت، لأنه تختلف جرعة الأشعة، نفس الجرعة تختلف تأثيرها حسب النسيج. فنفس الجرعة إذا أثرت على الأغنان ممكن تسبب تشوه، نفس الجرعة إذا أثرت على العظم أو العضلات ما بتأثر ما بتعمل. وذلك تم إحداث السيلفرت يقيس مدى تأثير نفس الجرعة على الأنسجة المعينة. السيلفرت تناسب مع تأثير الأشعة على أنسجة مختلفة مثل ما حكينا. فصورة الصدر مثلا 1:10 من السيلفرت، صورة اليد 1:1000، صورة البطن 3.5. ليش؟ لأنه في عندنا كظرين، في عندنا مبيضين، العمود القطني 1.5، المعمو والبانوراما نفس الشيء 4، الطبقي 20، طبقي الفواصل، وسط القطنية بما أنه عظام وعضلات فشوف 6، رغم أنه جرعة الفواصل القطنية هي أعلى من أي جرعة تقريبا، الأكثر أشعة ممكن نعطيها بطبقي الفقرات. الدماغ 6 ملي سفنت، البطن كان في عندنا أقناد، في عندنا مبايض، في عندنا كظرين، في عندنا بنكرياس، كل هاي أشوف 20 ملي سفنت. نرجع للحديث عن تأثير الأشعة على الحمل. لفهم تأثير الأشعة على الحمل يجب معرفة مراحل نمو الجنين وتطوره، ثم معرفة كيف تؤثر الأشعة على الجنين في كل مرحلة من هذه المراحل. تشير جميع الأعمار أن العمر الحيضي أو الطمثي أو العمر الحملي على أساس آخر دورة، وليس العمر الجنيني المعتمد بيوم الإخصاب. إذن معظم الدراسات إحنا بنحدد العمر على آخر دورة، ولكن هو العمر الحقيقي للجنين هو من يوم الإلقاح. فمثلا آخر دورة إجت للمريضة مثلا 1 شهر، مو 1 شهر إجت آخر الدورة، أو 6 شهر وطولت. لنفرض أن آخر دورة إجت 6 شهر وطولت الدورة الطمثية 6 أيام، والإباضة بالعادة باليوم 14، فإحنا نحسب اليوم 14 يكون إباضة. إذا بلشت الدورة بواحد الشهر، اليوم 14 هو يوم اللقاح، اليوم 14 هو يكون بداية عمر الحمل، وهكذا. نقص 3 أشهر نهاية الحمل، لأن إحنا 9 أشهر. على كل المرحلة الأولى اللي هي مرحلة أول 6 أسابيع من اللقاح حتى 6 أسابيع، هي المرحلة هي يعني 6 أسابيع يتم تقريبا النبض الجنيني. هاي مرحلة تسمى مرحلة الكل أو لا شيء. الأشعة ما بتعمل، ممكن إذا أثرت بتعمل أسقاط، ولكنها لا تعمل تشوهات بهذه المرحلة. إما الحمل يكمل طبيعي أو ما يكمل، قانون الكل أو لا شيء. الجرعة المؤثرة هنا 50 ملي سفرت،
المرحلة الثانية صراحة هي المرحلة الحساسة من الأسبوع 6 إلى الأسبوع 14، يعني بداية الأسبوع 14 أو نهاية الأسبوع 13. أنا شرعياً دكتور، هلا انت عفوا، هلا عم تحسب هلا من يوم ال 14 ولا من يوم يعني على اي نوع حساب هذا الاسبوع لا، السادس؟ من المرحلة الأولى من اليوم من الاول اليوم الأول للقاح حتى 6 أسابيع. للالقاح. ايوه للالقاح، يعني مو للقطاع الدوره. من الإلقاح، لا، العمر تمام الحقيقي للحمل هو يوم تمام الإلقاح. يعني حتى إحنا لما نقيسها يقول لك نزيد 8 أيام، يعتبرون الدورة 6 أيام تطول، يضيفوا لها 8 زائد 6 يصير 14، ويوم الإلقاح. إذا كانت آخر دورة 6 شهر زائد 8 يصير 14 شهر، مثل ما حكينا قبل شوي. أنا العمر الحقيقي هو من يوم الإلقاح، تمام؟ يعني حتى آخر دورة بنضيف لها 8 أيام. البرامج الموجودة هذه يكون حتى آخر دورة بنضيف لها 8 أيام، يطلع معنا هو بداية العمر الحملي. فإحنا أول ست أسابيع طبعا يا جماعة الإيكوات تختلف. الإيكوات في منها صينية، في منها شرق أوسطية، في منها أوروبية، في منها أمريكية. فدائما في عدة جداول يتم تزويد الأوبشنات أو تنصيبها على جهاز الإيكو من شان القياسات. باقي الأجهزة الصينية عندهم الحجم الصيني صغار، أو العرق المنقولي يعطي أصغر، فدائما يعطي أصغر. عند الشرق أوسطية أو الأوروبيين يعطي أكبر. وذلك موضوع قياس الحمل يختلف من جهاز لجهاز، ويختلف حسب الطبيب الفاحص اللي أخذ القياس. هلا بعطيكم كيف ناخذ كل قياس. ولذلك أنا دائما قياس الأم، حسابات الأم هي أدق حساب. حسابات الأم إذا كان دورتها منتظمة فهي أدق حساب. على الأساس المرحلة الأولى من أول يوم حتى الأسبوع السادس. المرحلة الثانية من نهاية الأسبوع السادس حتى نهاية الأسبوع 13، يعني الأسبوع 14. بشكل عام أنا بعد ال 14 ممكن نعمل صور الصدر أحيانا إذا اضطرينا. المرحلة الثانية هي المرحلة الحساسة، يتم تميز الأنسجة، هي الحساسة عندها قبل، دائما قبل 14 أسبوع. الجرعة طلع الجرعة المؤثرة جرعة عالية، يعني تعتبر ما بتستخدم بالتصوير الطبي بالأغراض التشخيصية. تصور إذا صورنا 10 صور صدر، حتى يطلع معنا ويطلع 1 مللي سفرة. صورت 10 طبقيات، صور 10 طبقيات بطن لحتى توصل الجرعة المشوهة. المرحلة الثالثة من بداية الأسبوع 14 حتى نهاية الحمل، هنا مرحلة نمو الأعضاء. صراحة لا يوجد تأثير مثبت على الجنين. هناك بعض الدراسات تقول أنه ممكن يأثر الأشعة على الجملة العصبية المركزية، ممكن يعمل يأثر على السلوك العصبي للجنين بعدين. ممكن يعمل مثلا ممكن يأثر على انخفاض معدل الذكاء أو التخلف العقلي. يعني دراسات، كل دراسات. مثلا نهاية الشهر السادس حتى الولادة يكون تأثير الأشعة دي، يكون تأثير الأشعة على الأطفال الصغار. إذن نهاية الشهر السادس بالثلث الأخير من الحمل نعتبر طفل خليج عن الصغر، فتأثير الأشعة يتشابه على تأثيرها على الأطفال لما صغرهم خارج الصدر. من الممكن أن تتعرض السيدة الحامل لجرعات عالية من الأشعة، والتي لها تأثيرات مهمة على الجنين في حالات الحوادث. إذا من الممكن أن تتعرض، فنضطر مثل هذه الحالات لإجراء أكثر من تصوير طبقي محوري. الأشعة ليست بعبع، الأشعة ليست بعبع. ممكن بالحالات الضرورية الصور، إحنا قلنا الجرعة المشوهة 200 300 ملي سيفرت حسب المرحلة، أو 50 بالمرحلة الأولى. اضطرينا نصور طبقة أو طبقين، يعني 40 مللي سفرت. فإحنا
ضمن الجرعة المتاحة. أما إذا كان ما في داعي يفضل ما نصور. ليش؟ لأنه ممكن أحيانا الطب فيه مفاجآت، يصير لنا تشوه لسبب آخر ما هو سبب الأشعة. يعني تعرف مجتمعنا الشرقي يحب اللت والعجم، يقول لك هي بسبب الأشعة، وإذا كنت بعيادة شعاعية أو كنت بمشفى ممكن نرفع عليه قضية ويعمل لك مشكلة. فدائما في عندنا استطبابات محددة للضرورة، الأشعة ليست بعبع، فينا نصور وبأمان إن شاء الله تعالى. الحالات العادية، واحدة التوى كاحلها تعرضت لرض بالأسبوع 6 إلى أسبوع نهاية الأسبوع 13، هي مرحلة حساسة كثير. شو ما كان السبب يفضل بعد عن الأشعة. الثلث الأخير للحمل فينا نصور بشكل آمن مثل ما كأننا نعرض طفل. بشكل عام إذا صورنا بانوراما أو صورنا صور الصدر، أنا عندي واقي رصاصي، بنلبس المريضة واقي رصاص ونصورها يعني تحسبا. لا يجوز التأخير في إجراءات الاستقصاءات الشعاعية، لازم للسيدة الحامل يتعرض لحالة ولديه أصابع مهددة للحياة. زماناته بعرف زوجة صديقي تعرضت لقصف وصار لها كسر بالعمود الفقري، وما عاد أتذكر عمر حمل المسكن بالثلث الأول انضبط، كان فترة من 14 إلى 20 أسبوع، وصورناها للطبقة أكثر من مرة، كان عنده رضع كسر بالفقرة، وأصرينا على نكمل الحمل وإنه ما في شيء وكملت الأمور تمام، وصور طبقة أكثر من مرة. تعرفون جرعة الطبقة تعتبر جرعة عالية، وقد تعادل تعرض الشخص للشمس مدة سنتين متواصلتين. الأشعة السينية، دائما ممكن نحسب الجرعات أو عدة الصور الشعاعية اللي تعرضت لها المريضة. مثلا كانت الثلث الأول الأسبوع 14 أخذت ملي صفر، صورت صور صغيرة عادي فراطة، اللي كانت طبقة 20 ملي صفر كنت طالع. وهنا ممكن نشوف هل وصلت الجرعات، مو معقول تصور 10 صور طبقية يعني وصلت 200 ملي صفر. دائما الصور المستخدمة في الأشعة التشخيصية والتصوير الطبي تكون أقل من الجرعة المشوهة. ودائما حتى في الفتاوى الشرعية لا يجوز إجهاض الحمل بأي سبب إلا إذا كان هناك تأثير على صحة، إذا كان هناك شيء حتمي أنه في خطر على حياة الأم، وقتها ممكن يسمحون بالإسقاط. ولذا حتى لو كان في تشوه مثبت لا يجوز الإسقاط إذا كان هناك خطر على حياة الأم. لذلك يعني إذا كان إنسان إجا طفل مشوه، شو بيعمل؟ بيعالجه ولا بيقتله؟ طبعا نعالج، نحن مثل العلاج. على كل هاي موضوع ما لنا علاقة فيه إلا بالأشعة. تأثيرات الأشعة ممكن تكون تأثيرات حتمية، يعني حدوث التأثيرات حتما على وصلنا لجرعة معينة. التأثيرات العشوائية وتعني وجود احتمال أن ممكن تصير تأثيرات. ازداد التأثير بزيادة عدد مرات التعرض، كل ما زاد التعرض ازداد احتمال أن تتأثر. حساسية الأجنة والأطفال الصغار للأشعة أعلى بعشر مرات من البالغين. الضرر المحتمل لديهم أعلى بعشر مرات من البالغين إذا تعرضوا لنفس الكمية من الأشعة. ترتفع نسبة التأثيرات العشوائية عندهم 1 إلى 10 آلاف، ولكن هناك هذا لا يشكل خطرا حقيقيا على حياة الجنين. الخلاصة السمري، يجب ألا تتعرض السيدة الحامل للأشعة قدر الإمكان. وإذا طلب السيدة الحامل إجراء التصوير يفضل أن نبدأ بالاستقصاءات فورا دون التأثير،
ممكن نعمل استقصاءات ما فيها أشعة مثل الإيكو أو رنين. إذا تعرض السيدة للحامل للأشعة بالجرعة المقبولة فلن يحصل أذية جنينية بإذن الله. يأتي التصوير الطبي بالتوليد موضوع كثير مهم. أي حد منكم بكرة إن شاء الله تعالى إذا أختص نسائية أو أختص داخلية أو كان طبيب عام أو أختص أشعة راح يكون الإيكو هو الجهاز الأكثر استخداما والجهاز الأكثر تعبا للطبيب. نبرك عليه ساعات طويلة نقلب بها المرضى. دور الإيكو يختلف باختلاف مراحل الحمل. الثلث الأول الحمل تأكيد وجود الحمل داخل الرحم، مهمات الإيكو نأكد هل الحمل موجود داخل الرحم ولا خارج الرحم. نأكد في الفترة الأولى هو يكون أدق شيء، نحدد العمر وبعدين نسجل بملف المريضة أنه في اليوم كذا عمر الجنين 6 يوم، وعلى هذا الأساس نحسب بقية، لأن أحيانا يكون نقص بنمو الجنين أحيانا زيادة بنمو الجنين فيعطينا أخطاء تشخيصية. الزيارة الأولى في الثلث الأول من الحمل هي تكون الأساس لتحديد العمر، ومثل ما قلنا المعيار الأدق هو ثبات الأم على اعتمادا على آخر دورة وموعد الإلقاح. نحدد بالثلث الأول عدد الأجنة، تقييم الحمل خارج أو داخل، ونقيم النزوف وإذا كان في تهديد لإسقاط في الثلث الأول. في الثلث الثاني طبعا نحدد كمان العيوشية، نحدد عيوشية أو دقات قلب الجنين. في الثلث الثاني من الحمل كمان نأكد على عدد الأجنة وعيوشيتها. نقدم المشيمة. ليش ما حكينا عن المشيمة بالثلث الأول؟ تعرفون ليش؟ ما بكون في مشي مهفي. نعم، في الثلث الأول مين يقوم مقام المشيمة بالثلث الأول؟ الجسم الأصفر. نعم، الثلث الأول يقوم الجسم الأصفر، وذلك في الثلث الثاني نقيم المشيمة وتوضأها. طبعا المشيمة بتهاجر يا جماعة، ممكن تكون المشيمة مرتكزة في الثلث الثاني بشكل معيب مع تقدم الحمل ما بيهمنا، بتهاجر، فشيء اسمه هجرة المشيمة. مهما كانت المشيمة يعني منخفضة، فإذا كانت بشكل مركزي فهي بدها تتم، أما إذا كانت هامشية أو غطى جزء منها في شيء اسمه هجرة المشيمة بتهاجر سبحان الله للأعلى وتخلي فوهد أنق الرحم الباطنة حرة إلا بالارتكاز المعيب. نقدر كمية السائل من الوسع اللي بنحكي بعد شوي. نقيم عمر الحمل والنمو ونفحص الأعضاء الجنين وإذا في تشوهات، ونقيم كمان عنق الرحم ونشوف الملحقات. الثلث الثالث نحدد نوع المجيء، هل هو قمي أو مقعدي. تقييم كل من توضأت المشيمة منزاحة ملتحمة مرتكزة بشكل معيب. تقييم نمو الجنين وسماته، إذا في الثلث الثالث تقييم نمو الجنين وسماته الفيزيائية الحيوية اللي راح نحكي عليها آخر المحاضرة. بالنسبة للرنين المغناطيسي يلجأ إلى التصويب بالرنين المغناطيسي في حال كانت معطيات الإيكو غير واضحة أو بدنا نأكد تشخيص أو ننفي تشخيص. تستخدم بشكل نادر. تصوير الأجنة، بالعادة الأجنة تكون متحركة، وطالما كانت متحركة فغالبا راح يكون عندنا نويزنج وتشويش حركي، ولكن الجنين ينام فترات طويلة برحم أمه، ينام 20 ساعة، وذلك ممكن تتم الصورة والجنين نايم بدون أي حركة. تقييم الحالات المرضية التي تصيب الأم المتعلقة بالحمل، ممكن الحمل خارج الرحم أو المشيمة المتحمة أو تمزق رحم. تقييم الحالات المرضية التي تصيب الأم أثناء الحمل وغير متعلقة بالحمل، الآلام البطنية الحوضية وتفريقها عن الآلام المرتبطة بالحمل ولا سيما في التهاب الزائدة الدودية. تتشابه الموجات السرية والارتفاع الزائدة الأعلى بسبب ضغط الرحم. تقييم
الجنين بالبرنامج الجنيني أو في MRI بيدرس تشوهات الجهاز العصبي المركزي، بيدرس انتخاب الحالات التي تتطلب الجراحة على الجنين لأسباب مثل عيوب النبوغ العصبي والفتوح الحجابية والخلقية والكتل التي تسبب انسداد المجرى الهوائي، بالإضافة إلى دسام الإحليل الخلفي وتضيق الوصل الحويض الحالبي. في شيء اسمه الإجراءات التداخلية تنظيرية أو عن طريق الأشعة التداخلية داخل الرحم، فيكون في توسع بالكلية، فيتم تحويل البول من الكلية، فيعملون مثل نفرستومي قنية، والمريض بطن أمه، فتثبت بالكلية الجنين بالحويضة، ويتم إفراغ البول من السائل الأمنيوسي حتى يتم الولادة، وبعدين يتم هون نكون إحنا حافظنا على وظيفة الكلية. في إجراءات تتم إجراءها داخل الحياة داخل الرحم، وهي تشوهات معينة، طبعا مراكز متخصصة سمعنا منها نحن، حتى بالغرب ودول قليلة جدا تعتبر مراكز أبحاث. بالنسبة لي يكون ندرس بالثلث الأول من الحمل، أول الثلث الأول هو أول 13 أسبوع، يعتبر المرحلة الأولى والثانية مراحل الجنين تأثر عليها الأشعة اللي حقيناها، أول خلاله جميع الأعضاء الأساسية قد صار نمو الجنين في نهاية الثلث الأول من الحمل. يكون استخدام الإيكو في تقدير أمر الحمل أكثر دقة. البنى المشاهدة في الثلث الأول من الحمل بالترتيب من الأول ظهورا، الكيس الحمني جنال ساك، وعندنا بعدين يصير كيس محي، وبعدين يصير عندنا الجنين. هلا بنشوفن أولا الكيس الحمني عبارة عن تجمع سائلي محيط يحيط بالمضاء، والتي قد تكون صغيرة جدا لا نتمكن من رؤيتها. يشاهد بشكل مؤكد في الأسبوع السادس من الحمل بعد انقطاع الدورة الطمثية عند الحمل. صراحة الكيس الحمي بنشوفه فترة قبل المرحلة هاي، بنشوفه ممكن بالشهر الرابع، ولكن بالشهر السادس الأسبوع السادس بنشوف النبض. كان طول المضغ أكثر من 5 مليمتر فيكون عندنا نشوف النبض. كان طول المضغ أكثر من 5 ما في نبض معناته غالبا يكون في موت محصول الحمل. الكيسة الحمليه تكون دائرية، تكون حوافها حالية الصدى، ونشاهد انقطاع بخط الأطباق الرحمي، حتى ممكن نميز العلامات المبكرة للحمل. بنشوف خط الأطباق الرحمي بين بشكل خط، لما يبلش تعشيش يتم انمحاء خط الأطباق الرحمي. هنا في شيء اسمه الكيسة الكاذبة سينوسيست، نشوفها بالحمل الهاجر، يتم تجمع سائل يغير جوف الرحم بشكل فاصل، يكون رائق وحوافه وليست عالية الصدى مثل الكيسة الحملية، إذن لا يوجد ارتكاس نسيجي حوله، اسمها الكيسة الكاذبة. وكثير من الحالات يشخص على الحمل ويعمل كورتاج للمريضة، والمريضة يكون عندها حمل هاجر. لكن طبعا نميز بين الكيس الكاذبة المشاهدة ب 30% من حالة الحمل الهاجر، وبين الكيس الحمل الأساسية. رؤية كيس الحمل بغياب الكيس المحيي والمضغة ليست ضمانة على حمل سليم طبيعي، ذلك من مهم التشخيص التفريقي. الجهاز العفوي إن كان باطن الرحم نزف الكيس الكاذب هاي اللي حكينا عنها سابق مع حمل هاجر. على اليمين مقطع معترض لكيسة الحمل، وعلى اليسار مقطع سهمي نفس الكيسة. كيس الحمل الطبيعي يكون بلون أسود رائع قديم الصدى، ضمن تجربة بطن الرحم، يكون حواف وعالية الصدى.
صحن على الإيفون بدون خط إطباق بطني في حال غياب الحمل. إذن وجود خط إطباق الرحمي بشكل واضح ينفي وجود الحمل، وجود تغير في خط إطباق الرحمي والعلامة غير مباشرة لبداية التأشيش، نشوفه حتى الأسبوع الثالث من الحمل. دائما يكون ترانسفير جانب أدق من الإيفو البطني. الحساسة هي الكيس اللي محل نحكيها، بنية صغيرة مدورات تتواجد من الكيس الحمضي. أحيانا بعض المرضى يسمونها الكيس القائدية، تكون قريبة من رأس الجنين، وكثير ناس أحيانا يكون تشوه أو قيدة. نشوف كيس محي موجود جانب المضغة الجنينية، عندما يصبح قطره الوسطي 10 إلى 15 مليمتر يشاهد الكيس المحي ضمن الكيس الحملي. مهمته إيش هو الكيس المحي؟ يؤمن تغذية الجنين خلال الأسابيع السبع الأولى، إذن هو مهمته تأمين الجنين. يجب أن يكون أقل من 6 مليمتر، وزيادة حجمه تعني وجود اضطرابات خطيرة. في المراحل الأولى من الحمل نحتاج إلى نافذة صدوية تساعد على رؤية الرحم ودراسة محتوياته باليوكا، وغالبا ما يتم المثانة دائما السائل من أصدقاء اليوكا، شوفوا أطباء الأشعة وأطباء البولية وأطباء النسائية، دائما يحطون براد مي، فدائما أي مريض عنده إيكو وينصحونه بشرب الماء ليكون مثانته ممتلئة مشان تتم دراسة الحوض، وخاصة لدراسة البروستات عند الذكور، دراسة الرحم والملحقات عند الإناث. ثانيا الجنين، أحيانا نستطيع مشاهدة دقات قلب الجنين بالقرب من الكيس المحي قبل رؤية الجنين، مضبوط أحيانا نشوف دقات قلب الجنين نشوفها قبل. متى ما وصلت المضغة 5 مليمتر لازم نشوف فيها نبض جنيني بالإيكو الداخلي 6 أسابيع، وممكن الإيكو البطني حتى 7 أسابيع لحتى يبين مع النبض الجنيني. شايفين هنا العمود الفقري رأس الجنين، شايفون الكيس المحي أو الكيس القاعدي جانب رأس الجنين، ونجد رأس الجنين بالأسابيع السبع الأولى. شايفين هنا بلش مع اللازنتة المشيمة، هاي الجنين العمود الفقري. دائما في جنين قطبين رأسي وذيلي، الرأسي هو قمة القحف، والذيلي إيش هو الذيلي؟ هو القسم الانتهائي من العجز. نقيس معنا السي ار ال راوند رامبلينج الأصفر يا جماعة، اللي حكينا قبل شوية عن الجسم الأصفر يتطور مبيض، يتطور الجريد الإفراغي والجريد الناضج اللي أطلق البويضة الأصفر البيض، والذي يقوم بإفراز البروجستيرون أو الحمل الحمل حتى السابع حتى ما قلت لكم موضوع الإبارة يتناوب المبيضة يتناوب المبيضة الأيمن والأيسر. مثل هذا الشهر كان في إباضة بالأيمن، صار الدارة يكون وين؟ بالأيسر. إلا إذا كان في عندنا تحريض وإباضة ممكن يصير لنا إباضة بالطرفين. الجريب يتطور ويصير في إباضة ويتحول إلى إيش؟ الجسم الأصفر. من الشيء أن انتشر الحامل بعض الألم في حال كبر حجم الجسم الأصفر. أنا الأسبوع 10 إلى 12 من الحمل يعود النبيض المضاري بشكل طبيعي. إذا بس انتهي مثل ما حكينا الشكل الأول من الحمل أنت تحدد الأسبوع 13 يبلش تشكل المشيمة وينتهي معنا الجسم الأصفر ويعود النبيض المضاري الطبيعي. يبدأ فكيسي على حساب البيض المتدرع من الحمل يعتبر شيء فيزيولوجي، يعتبر شيء شايفين دائما حواف الجسم الأصفر اللي تروية جانبية ولو حواف سميكة نسبيا. مع نزيف الهوائج شايفين
الكيسة الكيسة إلى حساب اليمين الثلث الأول من الحمل. البيتس الأصفر كما الحمل في الثلث الأول يكون تحليل الأوضاع الحملية أكثر دقة في الثلث الأول من الحمل مقارنة ببقية المراحل، وخاصة إذا كان الإيكو. إذا نحن نعتمد زيارة المريضة أول لتثبيت أو تحديد عمر الحمل وأدق شيء. لا يوجد قياس أدق من قياس الثلث الأول من الحمل، ولا يجب تغييره بناء على قياسات لاحقة في مراحل متقدمة. رؤية الكيس الحملي وحده دون وجود كيس مشي لا تعني وجود حمل سليم. تطلب من المريضة العودة بعد أسبوعين، ممكن نشاهد كيس البيضة الرائقة، ممكن نشوف مضغة جنينية، ممكن ما نشوف الكيس المحي. عدم الرؤية لا تعني أنه ممكن ما نشوف الكيس المحي، وذلك ما من نعمل أي شيء، فقط الحمل السليم يا جماعة. الحمل السليم هل الحال من المراقبة يكون شفنا كيسة رائقة بيضة رائقة لم نعمل أي إجراء. أنا برأيي لا نعطي مثبتات ولا شيء، تعود المريضة بعد أسبوع في مرضى خلاص ما في بيضة رائقة يروح يسقط الحمل، في مرضى يجون بعد أسبوع نشوف عندهم عنده السفينة ضبط بين الكيس المحلي وبين المضاعة الجنينية. الآن بجرين الصدوية ممكن تخفف أو تزيد الصدوية، مثل لما تكون أشعة زائدة تحرم بعض التفاصيل. إذا كان الجين كثير غامق كين الإيكو كونتراست ممكن نحاول ذلك نفتح الصورة، ونضطر أحيانا نعمل ترانسفاجينال. عند وجود الكيس المحي يتم حساب العمر الحملي عند وجود الكيس المحي من خلال قياس قطر الكيس الحملي الوسطي، فدائما ناخذ القطر الوسطي للكيس الحملي وهذا جي اس نسميه لينجث الحمل الحملي ادق. عند وجود الجنين يتم قياس الطول المقعدي قياس طول المضغه من الرأس حتى العمود الفقري، ولا شوف هذا الشام الأصفر وكيسة الجسم المحي ليست رأس الجنين. كثير ناس يفكرونها أحيانا أنه هي قيدة هي الكيس القاعدية أو الكيس المحي، فيتم شايفين السي آر إل من قطبي الجنين الرأسي ولا يتم حسابهم من طلع القياس الثاني نفس الشيء يورك ساك من قبة الرأس حتى نهاية العمود الفقري. كلما اقتربنا من أسبوع 14 أسبوع قياس الطول التاجي المقعدي صعبا، إذن بس يصير يكبر الجنين بالثلث الثاني يصير صعبا. أصل على القياس الثاني الثلث الثاني والحمل الثلث الثاني والحمل. إذا لا نستخدم في الرأس ولا نستخدم طول عمر الفخذ في الأسبوع الأول، نستخدم السي آر إل، نستخدم الجيس الثلث الثاني من الحمل، نأخذ القياسات، يستمر الجنين بالنمو ويكتمل. يجب تمييز خمس بنى مهمة وهي الرأس والقلب والبطن والعمود الفقري والأطراف. على أي طبيب توليد فحص هذه البنى. أدق وأحسن مرحلة مثالية هي بالثلث الثاني، يكون الجنين يسبح بالسائل المنوسي، يكون بإمكانه نمسح بالإيكو، ولذلك البحث عن التشوهات يتم في الثلث الثاني. الرأس الجمجمة لازم نشوف الرأس مشان في الأكرانيا غياب القحف تشوه كثير شائع نشوفه مجتمعنا.
اللي فيه تشوهات الخط الناصب بشفة الأرنب بشفة شرائح الحنك، ونشوف الدماغ مكوناته. ناخذ مقطع سهمي للدماغ، ممكن ناخذ مقطع معترض، نشوف فيه الضفائر الشمية والبطينات الجانبية، ونشوف منظر فيه الحفرة الخلفية. شاهد البطينات بلون أسود، والجدار أو المشول المخي بلون أبيض. الضفائر الشمية تبدو بلون متناظر. عالية الصدى يوجد ضمن البطينات الجانبية. متوسط القرن القفوي يعني. يدل توسع البطينات أو تغيرات الضفائر الهجومية تشوه في الجهاز العصبي المركزي. نقطع بين الجداريين BBD. لازم نشوف المهاد أو الدماغ المتوسط على شكل ما تشاهدون هنا، على شكل مثل الوردة أو قلب الحب. شايفين هذا المقطع الأساسي، تلامس المهاد، هذا مش ملموح. ناخذ الصفيحة الخارجية لأحد الجانبين، حتى الصفيحة الداخلية للجانب الآخر. ترى كيف أخذنا؟ أخذنا الصفيحة الخارجية من الأعلى من الصفيحة الداخلية بالأسفل. عزمي معانا الدودة المخيخية بهذا المنظر. نشوف كمان مقطع ثاني. المقطع الثالث يكون فيه الحفرة الخلفية. نشوف المخيخ عبارة عن شكل ثمانية إنجليزي طبعا، طلع كيف. لاحظ المهاد أمام المخيخ، شايفين المخيخ بشكل ثمانية، واللي على يساره أو أعلى منه هذا المهاد على شكل قلب حب. نشوف علامة الموزة، يأخذ المخيخ كمان شكل موزة أحيانا. القلب، نشاهد منظر الحجرات الأربع بالقلب. مهم ندرس البطن يا جماعة. بالنسبة لمحيط البطن ندرسه بالمقطع، يكون بين القلب، بين القلب وقمتي الكليتين. ما لازم يكون ظاهر في القلب ولا لازم يكون في ظاهر الكليتين، يكون غالبا ضمن الكبد. يبين في منظر الحبل السري، ونشوف في منظر الوريد السري له شكل منحني، ونشوف في منظر المرارة أو المعدة. نقيس محيط البطن، لازم يكون بشكل دائري. حواف من الخارج اسمه منظر الآسي. مقطع الحبل السري، دائما الحبل السري يكون على شكل شريانين ووريد، وأحيانا نشوف شريان واحد وريد واحد. شهد وين مثل عزيمة داون، الأسبوع الماضي شخصت حالة كان في أن تشوه بالحبل السري فقط أن شريان وريد، لازم يكون شريانين وريد، فكان عبارة عن متلازمة داون. نشوف محيط البطن من الأمام، نشوف العمود الفقري. في مسافة، هي مسافة خلف النقرة، نشوفها بالثلث الأول، هي سماكة النسيج الرخو تحت الجلد في المنطقة أسفل أو خلف الرقبة، اسمها المسافة خلف النقرة. لازم تكون بحدود 3 مليمتر. إذا زادت من 3 مليمتر نشوفها بالتشوهات الصبغية ومتلازمة داون. إذن بالثلث الأول في ضيفون لشغل هاي الشغلة، بتم قياس المسافة خلف النقرة، لازم تكون بحدود 3 مليمتر أو أقل. إذا زادت من 3 مليمتر فإحنا أمام تشوه صبغي. تشوهات صبغية عامة خاصة متلازمة داون أو السيستيك هايجراما أو الوذمة الأنفية. أنا هاي بالثلث الأول قبل الأسبوع 12، اسمها المسافة خلف النقرة. دائما نشوف الكليتين جنب العمود الفقري، شايفين نشوف المثانة وعمود الفخذ.
عامل في الفقرين طبعا، في أي تشوهات في المذاكرتين المقطع العربي، ومن الاستشريح من عدة الأصابع، كثير من عدة الأصابع. دائما نشوف الساق ونشوف عظمتي الساق يا جماعة، لأن تعرفون ترجمات جورج وما جورج، حتى لازم أخطر الأطفال في الجريان عظام الساعد أو عظام الساق، ونشوف عظم واحد. ممكن نشخص هنا بعض المتلازمات من خلال عد أصابع الساق أو الساعد. مقطع الفخذ ناخذ بشكل طبيعي يشمل كامل الفخذ، وناخذ نقيس من أبعد نقطة لأبعد نقطة بهذا الخط العالي، وهو ال اف ان أو في مودلينج. يتم تحديد أعضاء الحمل في الثنتين الأخيرين، وقطر بين الجداريين بي بي دي كي باريتشيان دايميتر محيط الرأس وطول الفخذ. الجنين من خلال محيط الرأس بين الجداريين شايفين، نأخذ منظر يكون فيه انبهاد على شكل قلب حب، ويكون مش منوح واضح، فناخذ أبعد نقطة لأقرب نقطة. شايفين محيط البطن، نشوف الحبل السري ونشوف المعدة، وما بنشوف لا الكليتين ولا القلب. إذا كان مبين بالمقطع العرضي، لازم يكون مقطع بشكل دائري مبين فيه القلب أو مبين فيه الكليتين، فقياسنا ما مضبوط، ولازم نتجنب الضغط مشان ما ينضغط. لازم يكون منظر البطن بشكل محيطي بشكل دائري. طول عظم الفخذ كمان نفس الشيء، شايفين ناخذ طول العظمين. السائل المنوسي يا جماعة، السائل المنوسي يختلف إذا كنا قبل الأسبوع 24 أو بعد الأسبوع 24. في معيارين، المنيوتيك فلويد إندكس بعد الأسبوع 24، وفي الجيب العمق الأكبر ماكسيموم فيرتيكال بوكيت، هذا يستخدم في الأسبوع قبل 24 أسبوع. إذن نبلش في القياس الأول في بداية الحمل. مما ينشأ السائل من المنيوسي من الأم والمشيمة والأغشية، في أواخر الحمل من الرئتين والكلى، تعرفون والأغلب إفرازه من الكلى. ودائما لما نشوف شح سائل المنيوسي إحنا أمام قصور كلوي، لو يكون في عندنا انسداد بالمري يكون عندنا استسقاء منيوسي، لأن الجنين ما بيبلع السائل المنيوسي، وذلك ما يتم امتصاصه وإفرازه عن طريق الكلى. الكمية الطبيعية من السائل المنيوسي ضرورية لصحة الجنين. تعرفون أن السائل هو رئة الجنين، الجنين يتنفس سائل. كثير مهم يكون عندنا السائل المنيوسي طبيعي. كيف نحسب السائل المنيوسي يا جماعة؟ كيف نحسب السائل المنيوسي؟ أول شيء الجيب العمق الأكبر يستخدم في الحمول المفردة، في الحمول المفردة أقل من 24 أسبوع، إذن حتى نهاية الأسبوع 23. أسبوع 24 فما بعد غير، نأخذ أعمق جيب السائل المنيوسي ويكون خالي من الحبل السري. أنت ما موضح معنا، لا يكون في حبل سري. يمكن رؤية أجزاء الحبل أو الجنين في الصورة، ولكن يجب ألا تدخل ضمن مسار العبود القياس. ناخذ هذا المقطع، نشوف أعمق جيب، بحيث هذا الخط الأحمر لا يمر لا من الجنين ولا يمر من الحبل السري الطبيعي. قطر واحد ناخذ أعمق جيب، ناخذه من 3-8، أقل من 3 فهو شح سائل منيوسي، أكبر من 8 فهو إيش؟ استسقاء منيوسي. نجي المقياس الثاني، أمنيوتيك فلود إندكس. للأسف الشديد المقياس الأول أنا قليل ما أشوفه، بعض أجهزة يكون، أما المقياس الثاني كثير ما أشوفه. الجهاز الذي أمنيوتيك فلود إندكس
بنقيس الأقطار الأربعة، نقسم الرحم إلى 4 أقسام ونجمعهم. إذن يستخدم 24 وما بعد، من الأسبوع 24 يستخدمه وما بعد، يعني من أول يوم من الأسبوع 24 بلش فيه حتى نهاية الحمل. نقسم الرحم 4 أقسام ونقيسها بالسنتيمتر ونجمعهم، لازم يكون من 5 إلى 24، اللي بالأربعة الأربعة الرحم، ناخذ قياس الجيوب أو قسالة من يوسف كل جيب، كمان يكون القياس اللي ناخذه ما فيه حبل سري وما فيه أعضاء أجزاء من الجنين، ونجمعهم. إذا كان أقل من 5 فهو شح سالم اليوسي، وأكبر من 24 فهو استسقاء من اليوسي. إذا ندرس السالم اليوسي أو شح السالم اليوسي قبل أسبوع 24، قبل أسبوع 24 يكون أقل من 3، وبعد أسبوع 24 يكون أقل من 5 سنتيمتر، يعني سافين ديني منطبق على نفسه، وبينما في الاستسقاء من اليوسي هو الجنين يسبح بحرية في سائل الغزير حوله. الاستسقاء الأمنيوسي ونهايته بماء أمينوس من 8 سنتيمتر الماكسيموم فيرتيكال بوكت جيب العظمي أكبر من 8، ويكون أكبر من 24 في الأمنيوتيك فلويد أندكس. عاشت بعض أطباء الأشعة وأطباء النسائية بدون القيام بهذه القياسات يتم تقدير أنه في استسقاء اليوسي. كمان يا جماعة أن معيار الاستسقاء اليوسي بعد 8 و24 ضيفوليا إذا كان قطر واحد أكبر من 8 سنتيمتر، شفنا قطر سالم اليوسي أكبر من 8 سنتيمتر فإحنا أمام استسقاء اليوسي. إذا شفت قطر واحد، خس قطر واحد لا يمر في أجزاء جنين ولا يمر في سائل اليوسي أكبر من 8 سنتيمتر فإحنا أمام استسقاء اليوسي. في نقطة كثير مهمة، تحديد نمو الجنين داخل الرحم، IUGR intrauterine growth destruction أو تحديد نقص النمو داخل الجنين. ضعف نمو الجنين تكون قياسات الجنين أقل من 90% من قياسات الأجنة الطبيعية. نفس الأمر الحملي يكون في زيادة الخطورة على الجنين، زيادة خطر حدوث مضاعفات، زيادة معدلات الولادة القيصرية، انخفاض مستوى الأكسجين وموت الجنين. كثير من حالات بنشوف يا جماعة حالات نقص الأكسجين أو حالات الضمور الدماغي تكون ولادة طبيعية مسلسة قد تكون قيصرية، فهذا ما يسمى نقص النمو داخل الرحم، فيكون النقص في الأكسجين داخل الحياة أو داخل الرحم بدون ما يكون هناك نقص أكسجين حول الولادة. شنو هي المعايير لحتى يصير عندنا أو نشخص IUGR بواسطة الإيكو؟ صراحة الموضوع كثير شائك وكثير عليه خلافات ومحط أخذ ورد ومحط جدل، ولكن نأخذ بعد بعض النقاط. الشح السالم اليوسي معايير جنين صغير بالنسبة للعمر الحملي اللي مدققينه حسب آخر دورة، وفي عندنا السمات الفيزيائية الحيوية غير الطبيعية.
فعلا الايكو دوبلر. اذا اربع معايير الايكو دوبلر، مقيس مشعر المقاومه، الحبل السري، والشريان المخي المتوسط لازم يكون اقل من 70% في حالات نمو الجنين، او حالات نقص النمو يكون مرتفع. وحتى هذا الموضوع يعتبر انا موضوع دراسة عند زميلاتنا بالماجستير، كانت عاملة دراسة عن موضوع مشعر المقاومة، الحبل السري والشريان المخي المتوسط، هل يعتبر كريتيريا أو معيار لنقص النمو داخل الرحم؟ الموضوع الثاني صار حجم الجنين والشحة السائلة من اليوسي، وفي السمات الفيزيائية والحيوية اللي راح نحكيها بعد شوي، حركة الجنين، دقات قلب، حركة الجنين، حركات التنفس، هذا بنحكي عنه بعد شوي. الشحة السائلة من اليوسي حكينا عنه من قبل. القياسات الحيوية، يعتمد على مفاتيح تحديد عمر الجنين، ويكون عمر الحمل محددا من الثلث الأول. فينا نحسب الوزن التقديري للجنين، كيف نحسب الـ FL والـ BBD ومحيط البطن. إذا حللنا هذه القياسات الثلاث بإمكاننا نحسب وزن الجنين. إذا كيف نحسب وزن الجنين؟ BBD قاسي محيط البطن والـ FL. دخلنا 3 قياسات، معظم الأجهزة بيعطينا وزن الجنين. إذا كان العمر الحملي غير معروف وغير مقاس في الثلث الأول، فقد يكون سبب وزن الجنين الأصغر من المتوقع هو تاريخ غير دقيق لآخر دورة، أو دورات طمثية غير منتظمة. لذلك تبرز أهمية تحديد العمر، وذلك كثير مهم نحدد العمر بداية الحمل. أول زيارة بسجل بإضافة المريضة بداية الحمل وشد عمر الحمل، وهذا هو المقياس الأدق. حتى آخر دورة تكون أمها مثقفة أو ما أعطانا، أحيانا تكون في خروطة بدورتها أو ما حاسدة، أو تكون مرضع وصار عندها حمل. ولذلك كثير مهم نحدد، لأنه أحيانا في خطأ بالحساب، ما يكون في عندنا نقص بنمو الجنين. السمات الفيزيائية الحيوية تقدر الصحة العامة للجنين وذلك بواسطة الإيكو، ويكون المقياس عادة من 8 نقاط. ولدينا 4 مؤشرات لكل مؤشر نقطتين. إذن السمات الفيزيائية الحيوية يكون عادة 8، ولدينا 4 مؤشرات. الحالة الطبيعية يكون 2 لكل مؤشر ولكل سمة. إذا كانت غير طبيعية نعطي -2. أو ممكن نعطي 0 أو 1 أو 2. السمات التي يتم تقييمها بالإيكو هي حركة التنفس، حركة الجسم، المقاومة العضلية، وحجم السائل الأمنيوسي. لتقييم المقاومة العضلية مثلا نفحص الجنين، مشكلة بالدول، فحص طويل 20 دقيقة نراقب خلالها حركات الأطراف الأمامية والسلفية والسفلية، قيام الجنين بحركات العطف المختلفة، قبض اليد، عطف، تحريك، تعرفون الجنين تقريبا إذا كان فايق ما نايم عنده حركات مستمرة، خاصة إذا كانت كمية السائل جيدة، يعني وجود مقوية عضلية جيدة. القيم المنخفضة تدل على زيادة خطر حدوث المضاعفات أو الموت الجنيني. القيم الأقل من 6 تشير إلى تألم الجنين. وهذا هو الجدول. إذا تألم الجنين
من خلال السمات الفيزيائية الحيوية. هذا الجانب تقرونه كثير مهم. إذا كان عدد مرات تنفس واحد أو أكثر خلال 30 ثانية على الأقل يعتبر طبيعي، يعطي 2 نقطة. الغير طبيعي حركات تنفس أقل من 30 حركة بالثلاثين ثانية، أو ما بنشوف حركات تنفس أبدا، هون يعطى نقطة صفر. إذا عندنا 4 مؤشرات، كل مؤشر يأخذ نقطتين، حركات التنفس، حركات الجسم المقوية العضلية والسائل الأمنيوس. إذا كان طبيعي يعطي نقطتين، إذا كان غير طبيعي يعطي 0 أو 1. بعض الأخطاء شاهدنا مرتين قبل. في حدا عنده أي سؤال يا جماعة؟ أحد عنده أي سؤال؟ هلا دكتور، ناخذ البنكرياس والطحال، الكتاب كله بدنا ناخذه؟ طبعا هذا كان الكتاب كامل يعني مطلوب، لكن البنكرياس كثير مهم، البنكرياس كثير مهم.